تتفاعل قضية الراهبة أمل الزيادي يوما بعد يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تخاطب الأطفال في مدرسة الحبل بلا دنس في بلدة غبالي في فتوح كسروان. هذا ما حصل، كيف انقسم الشارع اللبناني ولماذا اشتعلت الحرب الإلكترونية. دعت الراهبة أمل إلى الصلاة من أجل أطفال غزة والجنوب ورجال المقاومة الذين يدافعون عن لبنان، ومن هنا قلب المشهد اللبناني رأسا على عقب. اليوم بدنا نصلي للجنوب، لأطفال الجنوب، لأهالي الجنوب، لأمات الجنوب، لرجال المقاومة، ونصر ما يقال لأنه هاو رجال من لبنان. انقسم اللبنانيون ما بين مؤيد ومعارض، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وأثار انتقادا واسعا في صفوف بعض المسيحيين الذين طالبوا بمعاقبة الراهبة وناشدوا بكركة اتخاذ التدابير اللازمة. قسم آخر اتهم الراهبة بغسيل أدمغة الأطفال من بعض الدخلاء على الرهبنة ووصفوها بالدخيلة على المدارس وفق وصفهم، وانتشرت الانتقادات كالنار في الهشيم. ولاحقا كشف البعض عبر أكس أن أهالي الطلاب أعلنوا الإضراب العام في المدرسة بسبب هذا الخطاب البعيد عن ثقافة أهالي المنطقة والتي حاولت الراهبة التسويق له داخل الحرم التربوي. هؤلاء الرجال عم يتعبوا ليحموا هالوطن، وإذا نحن ما صلينا لهم وما حبيناهم بغض النظر عن شو بنفكر، بنكون خونا بحق أرضنا وحق وطننا وحق كل كتاب بنفتحه وبنقرأ فيه. من قلال العبرة تحمي شبابنا وولادنا وطننا، لأنه عم يمرق بمحنة كتير صعبة، وما في غير المحبة والتعاضد بجمعنا وبقومنا وبمشنا لكم. بعد انتشار خبر فصل الراهبة عن التعليم لمدة شهر، هب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنها. صور ومقاطع فيديو بالألاف تشيد بوقفة الراهبة التي وصفوها بالبطلة والبطولية، متهمين كل من هاجمها بالعمالة والعمل على صب الزيت الطائفي على نار التوترات. وأثار هذا الإجراء سجالا في اللبنانيين بين بعضهم، آخرين قالوا إن الراهبة لم تنطق إلا بتعاليم المسيح القائمة على المحبة نصرة المظلوم، ووضعوا الحملة عليها في إطار الحملة السياسية فقط. وسأل مغردون أين المحبة عندما تدعو راهبة للصلاة لأطفال الجنوب فيشنون حملة عليها، لم تدعو للقتال مع أهل الجنوب ولم تدعو للإتيان بهم إلى مناطقكم، بل دعت فقط للصلاة. وذهب آخرون إلى اعتبار أن قرار الفصل إذا كان صحيحا فهو لسياسة تكميم الأفواه ومصادرة لحرية الحق والتعبير وانقلاب على تعاليم الدين المسيحي. سيدتي لكل صاحب جبة شريفة، لكل أخت، لكل أم، لكل سيدة، ولكل خطيبة مسيح، لكل قسيس، لكل خوري، لكل كاهن، قوموا انفضوا عنا هيدا العار، قوموا انفضوا عن مسيحية المشرق هيدا العار. نحن ما منفكر هيك، نحن ما منصلي هيك، نحن انجيلنا منه هيك. هيدي صرخت عنكن كلكن، واذا ما كلن بيوقفوا بظهره وقدامها بهالمواجهه كلياتن عار، كلياتن عار فيها. اليوم اذا بتترك وحيده بهيدي المواجهه هيدي الطاهره، منكون كلنا شركة، كل واحد اسمه مسيحي. انقسم الشارع اللبناني عبر منصات التواصل الاجتماعي مع كل مناسبة، وباتت الحرب حربا، الأولى عند الحدود الجنوبية بالنار والبارود، أما الثانية فهي ضارية على منصات التواصل الاجتماعي. وأنتم هل برأيكم أخطأت الراهبة؟ شاركونا بالتعليقات.